موقفك النبيل مع اهلي غزة، وجات ليكي فكرة انك تعملي صندوق كده وتصوري، وكان جنبيكي عدد من الزملاء، وقلتي احنا لا نملك غير فننا اللي احنا نساعد بيه، وده وجزء من كل حاجة فينا جوه بيوتنا ودخلنا وحياتنا، احنا كمان مش هنتأخر ابدا. جات لك الفكرة ازاي؟ الحقيقة أنا في بساهم مع جمعية الهلال الأحمر، وفعلا بلم تبرعات، وفعلا بروح هناك، وبنحاول إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نلم أكبر كم من التبرعات، لكن طبعا نظرا للحالة الاقتصادية الفظيعة، ونظرا إن الناس مش عارفين يتبرعوا إزاي أو يوصلوا إزاي، فانا حاولت انه ان احنا في كل مجال لو عملنا، هو الصندوق الحقيقه اللي معايا هو البتاع نفسه بتاع جمعيه الهلال الهلال الاحمر، هو الأحمر. هو صندوق مقفول ما بيتفتحش الا هناك، عشان ضمان ان كل الناس اللي اتبرعت ان التبرع بيوصل لمستحقيه. والحقيقه انا يعني ايه فكرت انه انا عايزه ازود الصندوق، يعني انا خلصت واحد مستنيه اخلص الثاني، فقلت طيب ما انا زمايلي مش عارفين يروحوا فين او يتبرعوا فين، وما عندهمش وقت ان هم يروحوا لان المكان بعيد. بنقول ان الصندوق ده موجود في كذا، في ريستورانت كتيره لو دورنا عليه، موجود في كارفور لو دورنا، حبيت أسهل لهم لو كل واحد فينا في مجال عمله مش التصوير بس، إنه لمينا من بعض وحد تطوع وراح وداه لجمعية الهلال الأحمر يبقى شيء جميل وعظيم. عظيم. مفيش حد في الوطن العربي كله ما يعرفش حجم الصداقة اللي بين حضرتك وما بين الفنانة الجميلة إلهام شاهين، وما بين الفنانة الجميلة ليلى علوي، وما بين الفنانة الجميلة يسرى، وما بين كمان الأستاذة إيناس الدغيدي. انتوا شلة ومعروفين جدا، انتوا بينكوا سنين وعمر وصداقة كبيرة على مر الوقت. عمرنا ما شفنا حد فيكوا بيصرح على حد تاني او انتقدوا في فكرة او في كلمة او حاجة.